كاين الغلا، كاين الثمن بزاف اخويا. حنا بالنسبه لنا حنا ما قدرناش، حنا بدا كتشوف انت السوق خاوي، البيع ما كاينش، حنا الغلا المواطن ما كيقدش عليه. حنا دابا عندنا الفلفل اليوم حنا ب 12 درهم، الدنجال عندنا ب 8 درهم، الخيار 8 درهم، كاع الكورجي 8 درهم، جلبانه 12 درهم، يعني ما كاينش حاجه. عندنا حنا خيزو بوحدو هو اللي غالي، هو اللي كاين عندنا الخيزو 4 درهم. بالنسبه للمطيشه صافحه ب 5000 ريال اليوم، بطاطا 7 درهم ونص، عندنا كل شيء، ما كاينش حاجه اللي رخيصه، ما كاينش حاجه. يعني 100 درهم بالنسبه للمواطن ما كدير ليه والو. كنتمناو من الله، نتمناو من الله هذه الحكومه تشوف من حاله الناس. الناس ماشي واعره للحال. حنا هو كتشوف عندنا حنا السوق فيه 109 البلايص، يلاه عامره فيه 19 بلاصه، حتى شي واحد ما قدر كيتسوق، حتى شي واحد ما قدر. كنتمناو من الله هذه الحكومه تكون كالحكومه السابقه، تراعي في هذا الشهر المبارك، تراعي في الناس بساكن، ان جميع الناس راه مضروره لاقصى درجه. يعني راه بالنسبه حتى المواطن كيجي عندك كيقول لك تسولك، كيقول لك بزاف عليا. حنا ما بقيناش كليان ديالنا، ولا اننا حنا ولينا بالنسبه لهم كشباره. كتقول لي واليوم ثمن، غدا تقول لي ثمن. انا مثلا حنا كنقولوا اللوبيا البارح ب 8 درهم، اليوم صابحه ب 460 ريال، يعني 15 درهم زياده، انك بزاف. بحال ان مطيشه في هذه السيمانه اللي دازت 80 درهم، 90 درهم، 100 درهم، حتى 140 درهم، حتى 150 درهم، واليوم ب 25 فرانك. راه كتولي ان المواطن ما كيبقاش يثيق فيك نهائيا. انا جيت قدامك ما بقاش يثيق. حنا الوقت ديال البطاطا، الوقت ديال الجلبانه، الوقت ديال الفلفله، الوقت ديال المطيشه، هادو الوقت ديالهم. ان الحال ماشي نقولوا ماشي داك المطيشه، نقولوا انها شويه مع البرد، لكن هادو الوقت ديالهم، ان هاد الوقت راه ديال الفلاحه. يعني كلشي فلاحه، انا كعروبي ماشي نقول لك انا راه غير كنبيع ونشري هنا وعندي السكن ودرت الوليدات هنا، لكن انا والكبد الربيع هادي وقت فلاحه. انا حنا دابا الليمونه واحده يحدها ب 10 درهم. دابا شكون هو اللي غيقدر يدي؟ اللي عنده غيدي كيلو ما غيقدوش. انا بطاطا اللي غيديها ب 10 درهم، واللي عنده ثلاثه الوليدات اربعه الوليدات راه ما غيقدوش حتى في النهار. هذا الشيء اللي كاين. احنا بالنسبه لنا كنا كنصوروا معاهم الطرف ديال الخبز، كنا كنجيبوه في هذه الوقيته، في هذه الوقيته النيت كنا كنبيعوا الخيار 60 جوج 100، كنبيعوا الدنجال في هذه الوقيته لانه ما غيبغوش. حنا في رمضان ما كيبغوش، كنبيعوه ب 2 درهم، كنبيعوا الفلفل ب 60 ريال، كنبيعوا خيزو ب 40 ريال، جوج 60 جوج 100. انا هذه الوقيته جلبانه كنبيعوها لاقصى اقصى درجه، كنبيعوها ب 6 درهم. دابا ما كايناش ب 6 درهم في المارشي. حنا البطاطا هذه الوقيته كتباع ب 60 ريال، معروفه هذه الوقيته كتباع بطاطا ب 60 ريال. دابا ما كايناش 107 درهم كاينه في المارشي والفوق، ما كاينش من قل 7 درهم، البصله 12 درهم. يعني راه كنتمناو من الله ان هاد المنزله تبدل، لان بزاف. حنا دابا هو النيت، هو حنا دابا السوق ديال الحوت هو حدانا، ما كاينش حوت كاع، ما كاينش مره، ما كاينش شي واحد اللي كيبيع الحوت اليوم، انا ما كاينش غالي.